عاجل 5 قرارات هامة بشأن رغيف العيش مع بداية هذا الشهر الفضيل. وهام وعاجل، مصر تحصل على أكبر تعويض في التاريخ. وعاجل، روسيا تعلن استعدادها لتعويض واردات القمح الأوكراني إلى مصر. وعاجل، ننشر أول إجراء من الفيفا بعد تقديم مصر شكوى ضد السنغال. وعاجل، في مفاجأة، خبير سدود عالمي يكشف تفاصيل حول سد النهضة ومصر. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد ورمضان كريم عليكم كل عام وأنتم بألف خير. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة عشان تجيلك أهم الأخبار الجديدة أول بأول من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك. عاوزين نوصل في هذا الفيديو ل 2000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو، ونغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا قدها زي ما متعودين في كل فيديو. نبدأ مع بعض في تفاصيل والخبر معانا وهام وعاجل. مصر بتحصل على أكبر تعويض في التاريخ. وكشف المحامي المصري خالد أبو بكر، مستشار هيئة قناة السويس وأحد أعضاء فريق التفاوض، عنها بقضية جنوح السفينة إيفر جيفن والأضرار التي تسببت بها، أن مصر حصلت على أكبر تعويض في التاريخ. وقال أبو بكر في تصريحات تلفزيونية إن أزمة جنوح السفينة استمرت 6 أيام وكان لها العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد العالمي، وتكبد خسائر ضخمة إذ تكبد العالم 9 مليارات دولار في حجم التجارة العالمية، وتوقفت 600 سفينة في أماكنها. كما أن الإمدادات لأوروبا تعطلت، وكانت هناك سلع قابلة للتلف متعطل نقلها، والعالم كان يدفع ثمنا باهظا. وأضاف أبو بكر، يمكننا وضع أنفسنا مكانه. تلقى اتصالات هاتفية من كل مسؤولي العالم ومن الداخل، من بينها 4 تليفونات يومية من الرئيس عبد الفتاح السيسي. لم يكن يقترح عليه أي أحد فعل شيء، لكن الجميع كانوا يسألونه عما سيفعله. كان يدرس ما سيفعله جيدا، وكان الأمر يمثل تحديا غير طبيعيا له. وبعد ذلك حان وقت اتخاذ القرار، وكان يمكن للشركة أن تستعين بطرف آخر يدلي بدوره في كيفية تنفيذ عملية الإنقاذ. فتم الحصول على استشارة شركة هولندية وعقد بعض مسؤولي الهيئة اجتماعها مع ممثليها، حيث اقترحوا حل المشكلة خلال 3 أشهر وتفريغ السفينة، كما اقترحت جهة أخرى شطر جزء من السفينة. أضاف المحامي خالد أبو بكر، الملحمة الحقيقية كانت في الأيام 6 التي استطاعت خلالها هيئة قناة السويس تعويض السفينة إيفر جيفن، ولا بد أن يعرف العالم كيف تصرفت مصر خلال هذه الأزمة لوقف خسائر عالمية وتوقف الإمدادات الأوروبية. وكل ساعة تمر كان العالم كله يدفع ثمن جنوح السفينة. وفيما يتعلق بتفاصيل المفاوضات والنتائج النهائية، قال أبو بكر، ما حصلت عليه قناة السويس هو أكبر تعويض في العالم في تاريخ الملاحة البحرية، لكن بنود الاتفاق سرية وإحنا وقعنا على كده، وده جزء من نجاح المفاوضات. أخذنا مبلغ تعويض محترم جدا وقاطرة حديثة جزءا من التعويض، وكان الأمر مجديا لما تحملته الهيئة من خسائر، وتم الإفراج عن السفينة بعد تمام سداد المبلغ بالكامل، والجانب الآخر التزم بكل الاتفاقيات التعاقدية وحصلنا على مبلغ التعويض بالكامل. المصدر معنا كان من القاهرة 24، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. إذن يا مصريين، تم الاتفاق على أكبر تعويض في التاريخ تحصل عليه مصر، ولكن هذا الاتفاق سريا. كان جزء من الاتفاق برضو أن يتم تعويض مصر بقاطرة حديثة. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر، تعليقات حضراتكم مهمة لينا. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل، روسيا تعلن استعدادها لتعويض واردات القمح الأوكراني إلى مصر. أعلن السفير الروسي بالقاهرة أن روسيا مستعدة لتعويض واردات القمح الأوكراني إلى مصر وتأمين كافة ما تحتاجه القاهرة من واردات الحبوب. وأكد التزام روسيا بتنفيذ كافة العقود والمشاريع المتفق عليها، وأن ذلك كان محل نقاش بين المسؤولين الروس مع وزيري التموين والزراعة في 17 مارس الحالي. أضاف خلال مؤتمر صحفي بالسفارة الروسية بالقاهرة أن العمل في محطة الضبعة يسير وفق المخطط الزمني الذي تم التوافق بشأنه خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي
مع رئيس شركة روس أتوم في ديسمبر 2020. وأضاف أن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين تناول التأكيد على التزام موسكو بكافة المشاريع والعقود المشتركة، ومنها المنطقة الاقتصادية الروسية في محور قناة السويس وتسليم قطارات السكك الحديدية الحديثة. أوضح السفير الروسي أن بلاده تتفهم موقف مصر تجاه الأزمة الأوكرانية في الأمم المتحدة، وتدرك أن لكل دولة مصالحها وسياساتها. وأشار السفير إلى أن بلاده ترتبط مع عدة دول بنظام تحويلات بنكية، ويمكن لمصر أن تنضم لنظام ميركارد الذي يعد بديلا لأنظمة فيزا وماستر كارد البنكية، ما يسهل من تعاملات السياح الروس القادمين إلى مصر في الفترة المقبلة. أضاف أن روسيا اعتادت على العقوبات الغربية منذ عقود وستتعامل مع العقوبات الجديدة. أوضح أن العقوبات تمنح فرصة للشركات المصرية لتحل محل الشركات الغربية في السوق الروسي في مجالات عديدة، منها الملبوسات والحاصلات الزراعية. المصدر معنا كان من أخبار اليوم، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. إذن يا مصريين لا تقلقوا بشأن القمح وبشأن واردات القمح الروسية إلى مصر، ما عندناش مشكلة في القمح، زائد إن احنا مخزنين كمية كفينا لأكثر من 4 أشهر غير محاصيل القمح الموجودة الآن في مصر التي سيتم حصادها في الأشهر القادمة. أترك لكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر ومهم في منتهى الأهمية، عاجل 5 قرارات هامة بشأن رغيف العيش مع بداية شهر رمضان المبارك. أصدر الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عدد من القرارات العاجلة، شدد على تنفيذ التوجيهات الوزارية بكل دقة، وجاءت القرارات كالتالي: يسلم صاحب المخبز أو مستودع الدقيق أو البدال التمويني شهادة من البنك بصاحب بيانات الحساب الخاصة بالرقم المصري الدولي. يستوفي صاحب المخبز أو مستودع الدقيق أو البدال التمويني نموذج طلب تحويل المستحقات الخاصة به على رقم الحساب الوارد في شهادة البنك. إرسال صورة من المستندات لفرع شركة سمارت ووفت بالمحافظة التي يتبعها. يدخل المستوى الأول بشركة سمارت ببيانات رقم الحساب مع التأكيد من صلاحياتها، وذلك بالرقم التأكيدي، حتى يتم ضمان تبعية الرقم للبنك التجاري وصحة الرقم. يطبع المستوى الثاني بالمديرية البيانات التي تم إدخالها بالمستوى الأول، ثم التأكيد عليها من النظام ومطابقة البيانات بأصول المستندات وتأكيدها من مستوى النظام الثاني. في سياق متصل، أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصلحي في العام الماضي قرارا بتوقيع غرامة على أصحاب المخابز البلدية تصل إلى 1000 جنيه في حالة مخالفتها هذه البنود، عدم إعطاء بونات للصرف للمواطن صاحب البطاقة التموينية. تحديد عدد الأرغفة التي يصرفها المخبز لصاحب البطاقة تبلغ 5 أرغفة يوميا. تحويل رصيد وفارق نقاط الخبز لكل نقطة بواقع 10 قروش بدلا من 5 قروش للرغيف الواحد. عدم وجود سجل تفتيش المفتشين للتوقيع عليه. عدم تجميع حصص الدقيق لتسريبها للسوق السوداء. عدم نظافة أدوات العجن للمخبز أو أن الرغيف ليس بجودة عالية. المصدر معانا كان من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهذه كانت بعض قرارات الهامة بشأن الرغيف العيش. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل، ننشر أول إجراء من الفيفا بعد تقديم مصر شكوى ضد السنغال. فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تحقيقا في الأحداث التي رافقت مواجهة السنغال ومصر التي أقيمت الثلاثاء الماضي في إياب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة مونديال قطر 22، وفشلت مصر في بلوغ نهائيات مونديال قطر 22 بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح 3-1. وتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بشكوى رسمية ضد نظيره السنغالي لدى مراقب المباراة ومسؤول الأمن والاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف والفيفا قبل انطلاق مباراة الفريقين في إياب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم. وبرر الاتحاد المصري تقدمه بتلك الشكوى بتعرض المنتخب المصري للعنصرية بعد ظهور لافتات في مدرجات ملعب المباراة مسيئة للاعبين المصريين وتحديدا لمحمد صلاح قائد الفريق، كما قامت الجماهير السنغالية بتخويف اللاعبين المصريين من خلال إلقاء الزجاجات والحجارة عليه أثناء الإحماء، فضلا عن تعرض حافلات البعثة المصرية للاعتداء مما تسبب في تهشم زجاجها وتعرض البعض لإصابات وجروح.
وهو ما تم توثيقه بصور وفيديوهات تم إرفاقها مع الشكوى. وفي أول رد له على شكوى الاتحاد المصري، تعهد الفيفا بمراجعة تقارير المباراة، أشار إلى أن الهيئات التأديبية المختصة تقيم المعلومات ذات الصلة الواردة في تقارير المباراة قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية التي يتعين اتخاذها. المصدر معانا كان من بعض الوكالات، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. فعلا المنتخب المصري في السنغال تعرض لضغوط كبيرة جدا، وخصوصا من جمهور منتخب السنغال. أترك لكم التعليق على هذا الخبر، مع العلم أننا عندما استضفنا الجمهور السنغالي والفريق السنغالي كان استقبال مشرف جدا، استقبال حضاري، لم نفعل ولو جزء مما فعلوه جماهير منتخب السنغال. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر المهم جدا، واللي ميزنا في هذا الأمر هو الأخلاق، يعني إحنا كنا بنتعامل بشرف في هذه اللعبة. طبعا في الآخر دي لعبة ومش حاجة يعني كبيرة نتخانق عليها، وإن شاء الله نتمنى يعني نظر الفيفا في هذه القضية المهمة، اللي ممكن إن شاء الله يعني لو الفيفا أخذت قرار إيجابي في صالح مصر، ممكن مصر تتأهل إلى كأس العالم أو تعيد المباراة مع السنغال مرة أخرى. وأعتقد لو تمت إعادة مباراة مصر والسنغال هتكون في أرض محايدة. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر، المصدر معانا كان من بعض الوكالات المحلية والعالمية. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وخبير سدود عالمي يكشف تفاصيل حول سد النهضة ومصر. قال خبير السدود العالمي رفعت عبد الملك، والمصنف ضمن أفضل 5 خبراء سدود بالعالم، إن قصة سد النهضة يشوبها العديد من التعقيدات والملابسات غير الواضحة. لفت إلى أنه كان مقررا عام 2005 أن تبني إثيوبيا 5 سدود صغيرة، وحصل الجانب الإثيوبي على موافقة البنك الدولي لتمويل السد وفقا للأعراف الدولية. وتابع أن الشركة التي كان يعمل بها تولت تدقيق دراسة الجدوى لصالح البنك الدولي ومدى صلاحياتها، مضيفا أن البنك وافق على تمويل السدود الخمس كل سد على حدة. أشار إلى أن الجانب الإثيوبي وبدون سابق إنذار قرر أن يبني سدا واحدا ليكون أكبر سد على نهر النيل، في محاولة لرئيس الوزراء حينها لدخول التاريخ. أوضح أن البنك الدولي رفض التمويل، هدد بالانسحاب إذا لم يلتزم الجانب الإثيوبي بالسدود الخمس ودراسة الجدوى الأولى. أضاف المهندس عبد الملك قائلا بالفعل انسحب البنك الدولي لأن ما تم طرحه ضد دراسة الجدوى وضد البيئة للمنطقة وخارق للأعراف الدولية. وقال عبد الملك الجهات الممولة لسد النهضة بعد انسحاب البنك الدولي غير معلومة، وجرى العرف أن جزءا من التمويل يأتي من الدول التي تمنح المعدات الميكانيكية والكهربائية والتوربينات. وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار البسيطة، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم وما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب. رمضان كريم عليكم، وتحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.